كي نقرأ قصصا جميلة. الآن سوف نستمع معا لقصة ساري. إنها مثل ساري، انظروا إلى ساري. كلنا نرى ساري. كان يا مكان في قديم الزمان، في سالف العصر والأوان، لحتى كان هناك فتاة جميلة تدعى ساري. عاشت ساري سعيدة وفرحة في قصر والدها، وعاملوها معاملة حسنة ولطيفة، لأن ساري كانت فتاة تستحق المعاملة.